ولنقاش ملف الهجمات التي تقوم بها الميليشيات في العراق ضد المصالح الأمريكية ومواقف الحكومة في بغداد منها، ومواقف السفير الإيراني في بغداد أيضا بعد آخر تصريحاته. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. انطلاقا من بيان الميثاق الوطني العراقي، كيف يمكن قراءة التصريحات الأخيرة للسفير الإيراني في بغداد؟ هذه التصريحات الوقحة التي أدلى بها مسجدي وهو السفير والضابط في الحرس الثوري الإيراني هي استكمال نسخ تصريحات مضت سابقة من جنرالات إيرانية ومسؤولين إيرانيين كانوا يتحدثون عن احتلال 4 عواصم عربية، وكانوا يتحدثون عن تواجد كبير لهم في بغداد وأن بغداد هي تابعة لطهران. ولذلك المفارقة أن هذه التصريحات اليوم جاءت من قلب العاصمة العراقية بغداد وداخل العراق بدون أن يكون هناك أي ردة فعل لا من الخارجية الحكومية الحالية ولا من المسؤولين الآخرين الذين اكتفوا بالصمت أمام تصريحات تدلل على أنهم يحتلون ويهيمنون على الواقع العراقي سياسيا أمنيا اقتصاديا. نعم. لذلك هي تمترج في انتهاك صريح لسيادة العراق. كيف يمكن تقييم ردود فعل الحكومة في بغداد تجاه هذه التصريحات التي كما وصفتموها في بيان الميثاق تنتهك سيادة الدولة العراقية؟ من المعلوم أن الأطراف الحكومية اكتفت بالصمت، وكان يفترض ضمن الأعراف الدبلوماسية أن يتم استدعاء هذا السفير وإبلاغه بأنه تجاوز الخطوط الحمراء وأن هناك استهانة بالسيادة العراقية واستفزاز لمشاعر العراقيين. إنما دعمت هذه الحكومة ومن خلال هيئة الحشد التي يقولون أنها تابعة إلى مجلس الوزراء وتابعة إلى رئيس مجلس الوزراء، دعمت احتفالية هي الأخرى داخل بغداد للتغني والتمجد بخميني الذي شن حربا ظالمة على العراقيين وقتل من العراقيين كثيرا. وبالتالي تأتي هذه حقيقة في إطار سعي محموم وإعلان مباشر أن هؤلاء هم أذرع وهم ميليشيات وهم مجندين إيران داخل العراق، وبالتالي هؤلاء أطراف حكومية. إذا نتكلم عن سيطرة كاملة للأطراف الحكومية التي تدعم بالمال العراقي احتفاليات لرئيس دولة ثانية، سفيره وقادته وأفعالهم الميدانية تدلل على أنهم يحتلون العراق ويبحثون عن استيطان كبير وهو أعلى مراتب الاحتلال من خلال ما يفعلونه في العراق وفي سوريا ولبنان واليمن، وبالتالي يتدخلون في الشؤون العربية بطريقة واسعة. أستاذ عبد القادر، إلى أي مدى تعكس تصريحات السفير الإيراني في بغداد منطلقات أو قناعة إيران بما قاله؟ من المؤكد تماما أن السفير يعكس جوهر المواقف الرسمية للسلطات الحكومية في أي بلد، وهو يعكس توجهات سياسة بلده، وبالتالي هذه التصريحات تؤكد على أنها نهج مستمر ومستقر للسلطات الإيرانية التي تسعى إلى الاحتلال الكامل للعراق عبر أذرعها وعبر وجودها هي بنفسها. لذلك إلى الآن تحتل على سبيل المثال جرف الصخر وهي تسيطر على الحدود مع العراق وسوريا، وبالتالي ما يحدث الآن من تصريحات هو انعكاس واضح تماما للأفعال الإيرانية للسلطات الإيرانية، وهي تمثل حكومة طهران بالكامل لأنه سفير منتدب وهو فوق العادة يمثل سياسة بلده. لذلك ما يحدث حقيقة من تصريحاته المستفزة والتي وصفها الميثاق الوطني بأنها انتهاك صريح لسيادة العراق هي تمثل سياسة حكومة طهران ونظرتها إلى العراق، ولذلك هي ترى أنها تهيمن كاملا على القرار السياسي، وهي رسالة قبيل الانتخابات تؤكد على أن الانتخابات القادمة ستنتج حكومة إيرانية داخل العراق، لأنه وصف ما يحدث في العراق أن روحا واحدة، وبالتالي هذه انعكاس لما يسمى روح الخميني. رسالة للداخل العراقي، وإلى أي مدى تظنون أنها أيضا رسالة للولايات المتحدة الأمريكية في ظل صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران في العراق باعتباره كان يعني تصريحا يتحدى السيادة العراقية؟
من المعلوم تماما أن هذه الرسالة هي يراد منها ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى رغبة إيران والكشف في طريق ما تريده إيران من العراق من هيمنة، وبالتالي هي رسالة للداخل العراقي أن العراق في قبضة إيران، لأن الشعب العراقي اليوم موحد ضد الوجود الإيراني، وقد رأيتم من تظاهرات تشرين إلى ما سبقها من أن العراقيين كلهم موحدين باتجاه إخراج النفوذ الإيراني وميليشياتهم، وكلهم يرفضون التواجد الإيراني، وهي تعكس احتلالا حقيقيا لإيران للعراق، وبالتالي هو خلاف الأعراف الدبلوماسية ولما يجري من قوانين في مجلس الأمن أو جامعة الدول العربية التي للأسف الشديد لا زالت صامتة عن هذه القضية. وبالتالي هي أيضا رسالة دولية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أنكم قد احتليتم العراق وسلمتموه لإيران، والآن إيران تجني ثمار الاحتلال الأمريكي من خلال سيطرتها الكاملة على العراق، وبالتالي عندما تريدون أن تتكلمون في العراق وأن قواعدكم موجودة في العراق عليكم التحدث مع إيران. بعد اجتماع أمس بين الحكومة في العراق وقوات التحالف الدولي، أعلنت وزارة الدفاع عن خطة لإعادة انتشار التحالف الدولي خارج العراق، إلى أي مدى ينطبق ذلك مع الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومة بغداد وواشنطن منذ عام 2008؟ من المؤكد تماما أن الاتفاقية هي الماضية، وأن هذه الكلام مجرد تصريحات لمسؤولين يجري من خلالها امتصاص غضب بعض الميليشيات على الحكومة لأنهم يريدون كسب الوقت، وإلا فإن الواقع الميداني يدلل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع المزيد من قواتها داخل العراق. قبل يومين تحديدا وصلت قوة مهمة من قوات النخبة البحرية إلى شمال العراق، وقد تم تأسيس قاعدة جديدة في هذا الإطار. لذلك حقيقة الواقع الميداني يشير على أن لا وجود لرغبة للولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب مطلقا، وبالتالي ما يحدث الآن من خلال التفاوضات التي تجري في بغداد هي مجرد لقاءات لن تثمر، لأن التفاوضات الحقيقية التي يمكن من خلالها الاعتماد على أن وجود الحقيقية للانسحاب عندما يتم الشروع بالتفاوض مباشرة مع البنتاغون، وهذا لم يحدث إلى الآن لأن القرار الوجود العسكري يخضع للبنتاغون. ولذلك حقيقة الولايات المتحدة ستدفع بمزيد من جنود حلف الناتو التي تريد تعويضه داخل العراق بطريقة أكبر، وهناك أنباء يعني مرشحة على أنه الناتو سيضيف 4000 جندي من حلفه إلى العراق في الأيام القادمة. كيف تفسر الضربات الأخيرة التي جاءت بعد ساعات قليلة من مباحثات الحوار الاستراتيجي أمس؟ هذه الضربات تأتي هي رسائل إيرانية للولايات المتحدة الأمريكية لكسب نقاط فيما يجري من تفاوضات في فيينا وليس في الحوار، لأنه ما يحدث حقيقة من حوارات هي أن إيران تريد شروطها من الولايات المتحدة في حفظ قواعدها ووجودها في العراق والتعاون مع الولايات المتحدة كما تعاونت عام 2003 مقابل فتح الحصار ومقابل أن تكون هناك منح مالية قبيل الانتخابات القادمة في إيران، لأن الإيرانيين أيضا مستائين، وبالتالي هناك رغبة كبيرة في مقاطعة الانتخابات داخل الشعب الإيراني، لأن هناك وضعا مأساويا للشعب الإيراني بسبب النظام الإيراني الحالي، نظام ولاية الفقيه الذي يقوده خامنئي. لذلك حقيقة هذه الضربات تعكس رسائل إيرانية من أجل أن يكون هناك حلحلة في بعض الأمور الاقتصادية قبيل الانتخابات الإيرانية القادمة، لأنه ملف النووي قد تأجل إلى ما بعد أن يأتي رئيس جديد للنظام الإيراني في الانتخابات القادمة. فهي رسائل واضحة إيرانية، وبالتالي ستزداد هذه في الأيام القادمة، لأن الإيرانيون يريدون أن تكون العراق هي الساحة الرئيسية في الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن الميليشيات استخدمت مسيرات تمكنت من الإفلات من الدفاعات الأمريكية، ما مدى صحة ذلك؟ المعلوم لدينا أن الطائرات المسيرة في قاعدة عين الأسد تم إسقاطها ولم تفلح بالهرب من الدفاعات الأمريكية، لكن من المعلوم أن سياسة استخدام هذه الطائرات المسيرة تؤكد ضلوع إيران بالطريقة المباشرة، وأن جرف الصخر أصبحت قاعدة متقدمة لصناعة هذه الطائرات أو تدريب بعض كوادرها، وأن الميليشيات الموجودة لا تستطيع إدارة ملف الطائرات المسيرة بهذه السرعة، مما يؤكد وجود قوات لبنانية وقوات إيرانية
تستخدم الأراضي العراقية في تنفيذ هذه الطائرات المسيرة التي تستخدمها في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي ترى وتعلم تماما حجم النفوذ الإيراني وحجم هذه الطائرات المسيرة التي تصنع بعد نقلها من إيران داخل جرف الصهر. إذا كان بنتاغون يخطط فعلا للحصول على موافقة بايدن لتوجيه ضربات ضد الميليشيات في العراق، هل تعتقد أننا أمام مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة والميليشيات الموالية لإيران في العراق؟ الخيارات مفتوحة، والولايات المتحدة الأمريكية ليس لها طريق سواء قصر أو طول إلا بمواجهة هذه الميليشيات، لأن إيران أيضا تريد لي ذراع الولايات المتحدة داخل العراق في سبيل صراعهم على النفوذ. لذلك كل الخيارات والسيناريوهات مفتوحة، إما أن يكون هناك اتفاقا وتقاسم كما حدث مع إدخال إيران الذي أدخلتها الولايات المتحدة عام 2003 والعودة إلى ذلك المربع، أو أن إيران اتخذت قرارها مع الصين لزيادة نفوذها وحماية طريق الحريري داخل العراق. وبالتالي نحن أمام مواجهة مفتوحة، وهذه المواجهة حقيقة ستكون فيها هذه الميليشيات هي الأضعف، لأنها لا تمتلك القدرة والمقاومة على الصمود كما كانت المقاومة العراقية عندما كانت تقاتل الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الاحتلال للعراق. فهذه حقيقة أن الولايات المتحدة إذا ما قررت المضي في استثمار خطة البنتاغون وتنفيذها، فإنها ستنهي معسكرات مهمة، لن تستطيع هذه الميليشيات الاستقواء مرة ثانية على النهوض والمواجهة فيها. شكرا جزيلا لكم، عضو لجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أستاذ عبد القادر النايل، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.